طيب برضو قال سؤال: هل يجوز حفظ القرآن على يد شيخ صوفي؟ لا ما بيجوز، ما بيجوز تحفظ القرآن على إنسان مسلم منهجه صحيح، زول عقيدته صحيحة وما عنده بدع، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تحفظ عنده القرآن. لأنه الصوفي يحفظك القرآن ويجيب لك شبهات، يقول لك ربنا قال في القرآن الكريم الرحمن فاسأل به خبيرة، معناه نادي واتحسونا، والآية ما معناها كده، لأن السؤال هنا ما سؤال عبادة كما قال العلماء، وإنما هو سؤال علم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قالوا: وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فاسأل به يعني فاسأل عنه خبير، حفظك القرآن ويطلعك مشرك بالله عز وجل والله. وزي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. انت بتقرأ في القرآن ومن أضل، لا دقيقة أصبر أصبر، هنا في إظهار ومن أضل، ما تقول ومن أضل كويس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقرأ لك تمام، يقيم الحروف، مما انتهى خلاص، انتهينا هاي خلاص، تعال بكرة سمع لي، يقوم فوق كب يبضل عن حديد، هو قرأ الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعد ما قرأ الآية دي وجود تمام من حيث القراءة والحروف، خالف الآية وعارض الآية ووقع في مخالفة الآية. فعشان كده الإنسان ولو ما يحفظ القرآن ما يمشي لديل، لأنه يا أخواننا حفظ القرآن الواجب فوق عليك ما تصح به الصلاة وهي سورة الفاتحة، بعد ذاك المازيد فهو مستحب. فحفظ القرآن من حيث الجملة هو مستحب، والمشي للمجرم الدجال الصوفي ده حرام، ودرء المفاسد مقدم على شنو؟ على جلب المصالح. فما بيجوز تمشي له، تمشي تقرأ عنده، ولا أي مبتدع تاني تمشي له جبهجي تقول أقرأ عنده القرآن، برضو ما بيجوز، ولا تمشي لأنصار سنة، ولا تمشي لتكفيري سروري تبع عبد الحي ولا محمد عبد الكريم ولا محمد علي الجزوري، وذاك ما حافظ سجم رماده ولا غيره، تحفظ القرآن عم مسلم عادي، لا منتبه لجماعة لا لحزب، ذول حافظ كتاب الله وبيطبق القرآن قدر ما يستطيع، وإن كان مقصر وكذا وكذا تحفظ عنده القرآن. طيب